رسالتنا إلى الجميع أن الأماكن المقدسة في مدينة القدس تتعرض للاعتداء، الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، ورسالتنا أننا جميعا كفلسطينيين ندافع عن أماكننا المقدسة، ندافع عن مدينة القدس، ولا نسمح بتكرار هذه الاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة. ما حدث بحق الرهبان وبحق رجال الدين الأقباط هو جريمة حرب بكل معنى الكلمة، وهؤلاء المعتدون لا مكان لهم إلا خلف القضبان، إلا تحت طائلة العقاب في المحاكم الدولية. نعم، ما حدث هو جريمة حرب، ويجب أن يسحبوا، ومن يقف وراءهم كل حكومة الاحتلال هي حكومة إجرام وهي حكومة إرهاب حين تمارس هذا العدوان الهمجي.